المهدي المنتظر. بتعمل ايه؟ انا منتظر الايه؟ المهدي الايه؟ المنتظر. هياخد الدين من بابه جملة وايه؟ وتفصيلا. يعني كأن ربنا خلقنا ننتظره. اين المهدي؟ في السودان مهدي، في الجزائر مهدي، في ليبيا مهدي. ناس عندهم تعب عقلي وتعب نفسي. ظهر مهدي ايضا في اليمن، وما فيش دليل واحد يدل على انه هو الايه؟ المهدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خاطرة اليوم سنتحدث فيها عن شيء يهتم به كثير من الناس، قد تعلمونه وقد لا تعلمونه، ألا وهو موضوع المهدي المنتظر أو المهدي. هو عند أهل السنة المهدي، عند الشيعة بيزودوا الايه؟ المنتظر. بس المشكلة انه مش اصبح المنتظر عندهم فقط، لا، ده اصبح المنتظر عند مين ايضا؟ عند السنة ايضا. يعني اصبح عوام السنة بيضحك عليهم فبتضاف لهم كلمة الايه؟ المنتظر، وبالتالي تقدم الأمة استقالتها من الخيرية. إزاي؟ خيرية الأمة دي موجودة في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن الإيه؟ عن المنكر. عند عصور الهزيمة النفسية وضعف الإيمان وقلة الفهم للدين، بعض الناس يترك ده كله ويقول لك لا لا، سيب كل شيء، لما إن شاء الله كده المهدي يأتي هو اللي هيعمل كل إيه؟ كل شيء. هياخد الدين من بابه جملة وايه؟ وتفصيلا. طب وانت بتعمل ايه؟ انا منتظر الايه؟ ها؟ المهدي الايه؟ المنتظر. انا منتظر للمهدي الايه؟ المنتظر. يعني كأن ربنا خلقنا ننتظره. طبعا بعضكم مش حاسس بالامر ده. لا والله، في ناس كثير جدا اوقفت حياتها على ايه؟ على انتظار هذا الامر. أن أوقفت حياتها على انتظار هذا الأمر. وكل يوم أين المهدي؟ يظهر لك في السودان مهدي، يظهر لك في الجزائر مهدي، في ليبيا مهدي، في أيام الثورة في ميدان التحرير يظهر مهدي. طب فين هو؟ والله شفناه بعينينا وجاء رأيناه على الشبكة العنكبوتية متسجل عنه في ميدان التحرير، أنا كذا وكذا وكذا، وكان يمن. أين هو الآن؟ لا تدري به. طب من شهور بسيطة ظهر مهدي أيضا في اليمن. أول ما ظهر الناس كانت بتنظر إليه كده كأنه يعني واحد مخرف أو ما شابه ذلك. عارفين النهاردة متوج، اللبس اللي كان لابسه مختلف تماما، كأنه ملك متوج والله، والناس أصبحت أمامه بالألوف. ده اليومين دول، هو طالع من حوالي 10 أشهر، لكن الأيام دي امتد امتداد رهيب وما فيش دليل واحد يدل على انه هو الايه؟ المهدي. امال الناس تعلقت والتفت حوله بالالوف ليه؟ الناس عايزه شيء مريح، ها، يرموا حمولهم عليه ويبقى هو ده وخلاص. طب بالله عليك، شفت انت اليمن النهارده بما فيها من مذابح ومن خراب؟ اصبحت ارضا يباب، يباب يعني خراب. طيب لو فيها المهدي اللي هو الذي يزعم هذا، كان حصل ده؟ ده النبي بيقول انه لما ياتي يملا الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما وايه؟ وجورا. وكده كده احنا الدين بتاعنا موجود، كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه الخيريه تحققت في الامه دي؟ ها، تامرون بالايه؟ بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم امه ايه؟ يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم الايه؟ دول المفلحون، هم دول المفلحون، هم المفلحون. اذا انتظار المهدي وايقاف كل شيء على ما ياتي واحد يصلح لنا امور الدنيا والاخره، ده بمثابه ان الامه اللي هي خير امه اخرجت للناس تقدم استقالتها من الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. كان ما فيش اي حد له دور على الاطلاق. لا، المهدي ده موجود،
يعني موجود في الدين بتاعنا؟ نعم، النبي قال هيخرج في آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله عند أهل السنة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم إنه اسمه محمد بن عبد، اسمه يواطي اسمي. طب وإيه تاني يا رسول الله؟ قال من نسل فاطمة من ولد الحسن. بعض الناس يقولوا لا من ولد الحسين، لا هو من ولد الحسن. ويقول النبي المهدي منا آل البيت أو أهل البيت، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة من أبناء الحسن عليه السلام، يأتي في زمن ظلم من الناس فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. طب ده كلمة واحدة للمسلمين كلهم؟ لا والله، ده في علماء كبار بينكروا موضوع الايه المهدي ده جملة وتفصيلا. آخرهم كان الشيخ محمد أحمد المسير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر عليه رحمة الله، لعلكم جميعا تعرفونه، من زمان ابن خلدون وغيره 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 كثير ينكر، علماء محققين زي فضيلة العالم الجليل أحسن من حقق التراث الإسلامي محمد محي الدين عبد الحميد ينكر موضوع المهدي ده وغيره، وأحمد أمين وغيره كثير، لكن الأغلبية بتثبت إنه إيه؟ إنه يعني الدين أشار إليه وإنه حقيقة ممكن تحدث. طب سواء كده أو كده إحنا نترك كل شيء وننتظر هذا الأمر؟ لا، الدين موجود، ربنا بيقول واعلموا أن فيكم إيه؟ ها؟ رسول الله، مش كده؟ رسول الله فينا بسنته بآدابه بأخلاقه بالدين الذي تركه فينا. ما دام رسول الله فينا بسنته صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج لشيء، إن جاء المهدي جاء واتبعناه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن بانت الأمارة الحقيقية التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه سيبايع بين الركن والمقام، وإنه حينما يأتي يخرج جيش لقتاله جيش كبير، وبينما هم ببيداء إذ يخسف الله بهم الأرض. الجيش اللي جاي يحارب المهدي ده وهو في مكة هناك بين الركن والمقام يبايعه الناس، هذا الجيش الذي سيأتي من جهة المشرق هناك من نواحي خراسان يخسف، بينما هم ببيداء يعني في صحراء يخسف الله بهم. السيدة عائشة تقول يا رسول الله إن فيهم ما ليس منهم، يعني واضح إن الجيش ده يكون فيه ناس مؤمنين ناس مسلمين بس غلبوا على أمرهم وخرجوا مع هذا الجيش. فالسيدة عائشة تقول يا رسول الله إن فيهم ما ليس منهم، قال النبي يبعثون على نياتهم، هيبعثوا على نياتهم، الجيش كله هيخسف به بس اللي مؤمن ربنا هيبعثوا عن نية إيه؟ ها النية بتاعته، والكافر منهم يبعث أيضا على نيته. انظر ده إجمال نظرة بسيطة عما جاء في هذا الدين، لكن من الخطأ إن إحنا نسير بأذهاننا ونقدم استقالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخيرية هذه الأمر ونفقد دورنا في الحياة انتظارا للمهدي المنتظر الذي مرة يقولون ظهر بالمغرب. طب ده ظهر في مرة من مئات السنين، واحد ظهر وادعى وقامت دولة كاملة دولة كاملة على دعوة هذا الرجل، ثم هدمت وانتهى الأمر وما طلعش هو، طلع واحد كذاب. لو عددنا المهدوية الذين ظهروا عبر التاريخ والله نعجز عن عدهم، نعجز عن عدهم. كثير ادعوا المهدية وفي ادعوا النبوة وفي ادعوا الألوهية، تخيل ادعوا الألوهية كثير أيضا. علماء النفس بيقولوا في قسم في مستشفيات المجانين يسمى قسم المهدوية، والله قسم المهدوية، ناس عندهم تعب عقلي وتعب نفسي بيزعم انه المهدي المنتظر هو حسن. طب انا هكلمكم عن والله والله العبد الفقير الى الله، في واحد معرفش من احدى الدول الاوروبية والله العظيم ارسل لي بكل مرة اتكلمت كده في النت على المهدي، فبعت لي بيقول انا والدتي قالت كذا وناس شافوني كذا ومش عارف مين شاف في الرؤية كذا وانا شفت في الرؤية كذا وانا اشعر ان انا المهدي المنتظر، والله العظيم بيبعت لي بيقول لي كده، ولما ما ردتش بعت الرسالة حوالي 3 مرات وريتها لابنائي وهم احياء يرزقون، وريتها لهم، شوفوا شوفوا التخاطف اللي احنا فيه اهو، رسالة كبيرة بعتها. طب انا ايه، هل انا كده صحيح؟ والله هو نفسه هل انا كده صحيح نفسيا ولا انا فعلا المهدي ولا انا احتاج لعلاجي؟ والله كاتب ده في الرساله، اقسم بالله. واحد فين؟ في دول الحضاره، مسلم من المغرب في دول اوروبا المتحضره، طبعا مسحت الرسائل دي كلها، لكن تخيل. ففي ناس تعبانه، اللي بيتعب ده بيروح مستشفى المجانين عاملين فيه قسم كامل اسمه قسم المهدويه، قسم الايه المهدويه، اللي بيعانوا من نزعه ان هو حاسس ان هو المهدي الايه
المنتصر. فكثير جدا من هؤلاء كثير جدا بيظهروا، ولكن عندنا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه دينا. اللي عنده عقيدة صحيحة عارف انتشار الخزعبلات دي بسبب إيه؟ خلو القلب من العقيدة الإيه الصحيحة. ما فيش عقيدة صحيحة فبيمشي وراء كل صارخ وناعق. لو عنده علم من الكتاب والسنة الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هيهز شيء خالص، لأنه عارف السكة، السكة واضحة، الطريق واضح، تحت قدمه ثابتة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أمين.